مشاهدينا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم إلى برنامج لقاء خاص الذي نستضيف من خلاله السيد كيوس بلومبرغ من كبار رجال الأعمال الأمريكيين وممثل الوفد الأمريكي الذي يزور المملكة المغربية. في برنامج لقاء خاص سنطرح مجموعة من الأسئلة على السيد كيوس بلومبرغ تهم الاستثمار وفرص الاستثمار والخلاصات التي خرج بها الوفد الأمريكي الذي يقوم بالزيارة الرسمية للمملكة المغربية. نبدأ الحوار بعد هذا الفاصل، ابقوا معنا. أهلا بكم من جديد في برنامج لقاء خاص. كما قلت نستضيف السيد بلومبرغ كبير رجال الأعمال الأمريكيين ورئيس الوفد الذي يقوم بزيارة رسمية لمجموعة من المدن المغربية اختتمت هنا بمدينة الداخلة. سيد بلومبرغ، اليوم كان يوم جميل جدا وعرف مشاركة الوفد الأمريكي في المنتدى المغربي الأمريكي للاستثمار هنا بمدينة الداخلة. ما هي انطباعاتكم حول هذا المنتدى وكيف ترون تنظيم مثل هذه الملتقيات والمنتديات بمدينة الداخلة؟ والهدف منها طبعا هو تشجيع الاستثمار. أرى أن العروض التقديمية قد كانت ممتازة، خاصة تلك التي عرضها أمامنا المهتمون بجلب الاستثمارات. فأنا أحضر الكثير من المؤتمرات وأنظم بعضا منها، لذلك فعندما أقول بأن تلك العروض كانت ممتازة فإنني أعني بصدق أن هناك فرصة حقيقية لإنشاء محور لإقامة الأعمال هنا ولإبراز اتفاقيات التبادل الحر والاتفاقيات المماثلة مع دول أخرى. فبينما كنت أتابع المداخلات كنت أستكشف فرصتنا في إنشاء هذا المحور، وهو ما نتوخاه من هذا المحور. ونجد هنا ثقافة فريدة من نوعها تثير لدى الأمريكيين شعورا بالغا بالارتياح. ففي رأيي وبعد 10 أيام من مقامي في المغرب، إن هذه العروض التقديمية تسهم في توطيد المغازي التي يمكن للمغرب أن يمثلها بالنسبة لنا. خلال الأسبوع الماضي سيد بلومبرغ التقيتم بالسيد عز أخنوش رئيس الحكومة المغربية، حدثنا عن هذا اللقاء وحدثنا عن التنسيق بين الحكومة المغربية والمستثمرين الأمريكيين الذين يعتبرون المغرب من أنجح الوجهات الاستثمارية. بالتأكيد إنه رائد قوي في مجال الأعمال، أرى فيه رائدا جذابا. قد تختلف الآراء في هذا الصدد، ولكنه عندما يتحدث إلى رجال الأعمال فإنه يحسن استخدام لغتهم. وأكثر ما أبهرني هو منظوره الموجه نحو العمل. إن اللقاء مع رئيس الحكومة قد أثار إيجابي كثيرا. بعدها التقينا بوزير الفلاحة ووزير الصناعة ووزير الاستثمار، وجميعهم يعبر عن رغبة المغرب في أن يحتضن المحور وفي أن يجتذب الشركات الأمريكية. وبالتالي عندما يصلك هذا الصدى من كافة الفعاليات الحكومية فهذا يزيد من إثلاج الصدر مقارنة بسماعه من رئيس الحكومة وحده، علما بأن لديه قدرة هائلة على الإقناع. سيد بلومبرغ،
تعرفتم على مدينة الداخلة وعلى إمكانياتها وعلى إمكانيات الأقاليم الجنوبية بشكل عام، ما هي الفرص الاستثمارية التي ترون أن المستثمر الأمريكي يمكن أن يكون حاضر في هذه المجالات الاستثمارية؟ حدثنا عن فرص الاستثمار بالمملكة بشكل عام وخصوصا بالأقاليم الجنوبية والداخلة. بخصوص الداخلة، سبق أن تحدثنا في هذا الموضوع. أولا، المنطقة ساحرة الجمال، وعندما أجوب بناظري مؤهلاتها أول ما يخطر ببالي هو السياحة. إنها يجب أن تكون قبلة يحوج إليها السياح من كل حدب وصوب، محور جديد وورش متواصل لصالح أفريقيا. ولا شك في أنه إذا ما استقر رأينا على المغرب كمحور حاضن لأعمالنا، وهذا ما أميل إليه، فإننا سنأتي باستثمار إلى الداخلة. سيد بلومبرغ، بفضل جلالة الملك وتوجيهات جلالة الملك، المملكة المغربية والولايات المتحدة الأمريكية يحظيان بشراكة قوية. ما هو انطباعكم حول التحولات الكبرى التي تعرفها المملكة المغربية في ظل حكم جلالة الملك محمد السادس؟ حاول صديقي مايكل زاوي في العديد من المناسبات أن يشجعني على زيارة هذه المنطقة، والآن زاد فهمي وتقديري للأسباب التي كانت تدفع إلى ذلك. فنحن وبدون منازع في ملتقى الطرق بين أفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأوروبيا، ويبقى هذا بكل تأكيد هو أفضل بلد لإقامة الأعمال. فهو فريد من نوعه، لأنه لا يوجد بلد لديه أعمال مع أفريقيا والشرق الأوسط وأوروبا في الوقت نفسه. لذلك ولأغراض انتقاء محور لإقامة أعمالنا، فإن وجودنا في المغرب يشكل امتيازا حقيقيا لشركتنا. سيد بلومبرغ، أنا سعيد جدا بهذا الحوار معك. أنتم من كبار رجال الأعمال الأمريكيين، وأنت ممثل وفد رجال الأعمال المشاركين في منتدى الاستثمار المغربي الأمريكي هنا بمدينة الداخلة. أتمنى أن تكون قد استمتعت بزيارتك للمملكة المغربية، وأنا متأكد أنها لن تكون الزيارة الأخيرة كما قلت لي في كواليس هذا اللقاء. أشكرك جزيل الشكر على هذا الحوار، وأتمنى لك مقاما طيبا في المملكة المغربية. مشاهدينا في كل مكان، شكرا لكم، لكم تحياتي وتحيات فريق العمل من المنتدى الاستثماري المغربي الأمريكي بمدينة الداخلة. تحياتي وإلى اللقاء.